الاتجاه الديني الثاني الموجود في بعض الروايات وبعض آراء العلماء يدعو الإنسان إلى الاكتفاء بحد الكفاف. وش حاجتك أنت في الدنيا؟ عليك أن تسعى لتلبية حاجتك في الدنيا، أكثر ما يحتاج، اكتفي بتحصيل، اسعى واعمل وحاول تحصل مال اللي يكفي لحاجتك في حياتك، أزيد لا ينبغي لك أن تسعى، تكتفي بحد الكفاف. ليش؟ حتى تتفرغ للعبادة أكثر، وحتى لا تصاب بسلبيات الغنى والثروة، وحتى لا تواجه طولبك الحساب يوم القيامة. إذا 10,000 ريال تكفيك في الشهر خلاص، ليش بعد تحاول تحصل أكثر من 10,000؟ إذا 5,000 تكفيك خلاص يكفي، لا تحاول تحصل أكثر. عندنا نصوص وروايات تشجع الإنسان المؤمن على الاكتفاء بحد الكفاف من المال والثروة. مثلا رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا. هذا زين، هذا أحسن حالة، هذه الحالة النموذجية، عيشه كفاف، يحصل اللي يكفيه وانتهينا. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. يا ابن جعشم، الخطاب من النبي لأبي الدرداء، يا ابن جعشم يكفيك منها، من الدنيا، ما سد جوعتك ووارى عورتك، هذا يكفي، وإن يكن بيت يكنك فذاك، إذا تحصل بعد بيت زين لا بأس، وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ بعد، أوه خلاص بعد وصلت الغاية، وإلا إذا ما في بيت ولا في دابة مو لازم، وإلا فالخبز، وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب. طيب مثل هالروايات لما تنتشر في المجتمع وعلى أساس أنها من الدين تترك أثرا في النفوس. وفي رواية أيضا واردة عن الإمام الصادق عليه السلام أن عيسى ابن مريم عليه السلام، نبي الله عيسى، قال: اللهم ارزقني غدوة رغيفة، رغيفا من شعير، وعشية رغيفا من شعير، ولا ترزقني فوق ذلك فأطغى. قرص الصبح وقرص في الليل، أكثر من هذا يا رب لا تعطيني خلاص. طبعا هذه الروايات تريد أن تبرز هذه الحالة كقدوة. ولذلك العلماء المسلمون حينما يتناولون هذه الأحاديث، مثلا الكرماني في شرح البخاري حينما يشرح قول النبي صلى الله عليه وآله: أعوذ بك من الفقر، يقول أعوذ بك من الفقر مو يعني أريد الغنى، قال: ذهب أكثرهم إلى أن الكفاف أفضل من الغنى والفقر، فإنه سالم من آفاتهما وليس ببعيد. أعوذ بك من الفقر، ما أريد أصير فقير، يا رب لا تخليني أصير فقير، لكن بعد لا تخليني أصير غني. مرحلة الكفاف، الحاجة اللي أنا أحتاجها بس. شيخ المجلسي أيضا في بحار الأنوار في تعليقه على هذه الأحاديث يقول: ولا يمكن الحكم الكلي من أحد الطرفين، يعني الفقر أو الغنى، ما نقدر نقول الفقر أفضل من الغنى،
ولا نقدر نقول الغنى أفضل من الفقر، والظاهر أن الكفاف أسلم وأقل خطرا من الجانبين. هذه نتيجة الأحاديث المتعارضة عنده، يقول أن الإنسان يكتفي بحد الكفاف اللي يكفي. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هي النصوص التي تحفز الإنسان لاكتساب المال والثروة. اشتغل كلما تستطيع أن تعمل وأن تحصل على المال والثروة فهو أمر مرغوب فيه، أمر جيد، عندنا نصوص سنتحدث عنها، لكن مع الحذر من الآفات والسلبيات كما سنتحدث. حديثنا راح يتركز حول هذا الاتجاه الثالث. طبعا نشير إلى أن هناك بعض العلماء يوم شاف الأحاديث كثيرة تمجد الفقر، وأحاديث تدعو إلى الثروة والغنى، وأحاديث تقول يكتفى بالكفاف، قال أنا أتوقف، ما عندي رأي، ما أستطيع أن أرجح أحد الأطراف على الأخرى. شوف إلى أي حد، يعني مشكلة ثقافية، يعني هذا الوضع الاقتصادي اللي لازم يعيشه الإنسان ينشأ من وجود مشكلة ثقافية ما متحددة الرؤية في الموضوع. البعض ما متحددة عند الرؤية،